كفاية بقى يا سيسي. بعتوا اللي قال ان في 30 مليون اختاروني، لو 30 مليون واحد بعد اذنك يوم الخميس عايزينك تقول انا متنحي انا مستقيل انا اي زفت. يوم الجمعة تنزلوا تقفوا ساعة، وأنا يوم الخميس لو مستجابش هطلب من العالم كله يبقى حكم عدل ما بيننا وما بينه. تصبر تصبر وتتحمل وما تتكلمش خالص.